قال لي كان الحاج يعني كان نايم، هو كان كويس فجأة كده نام 3 ايام، فكل اللي يجي مثلا يقول له يلا هنوديك دكتور ولا مستشفى يقول لا مش عايز يروح. ففي الاخر بنتي نقلته في الاوضه الثانيه. نعم. وبعدين ايه يعني هو سمعت انا كنت خارجه، انا اصلا عيانه برضك عندي روماتين وعندي القلب برضه. سلام. انا خرجت كده يعني مش بقدر امشي، بس لقيته في الاوضه بيصوت يقول بموت كده يعني. يا رب. والله. وبعدين خدوه ودوه المستشفى الحسين يعني. نعم. في اليوم ده الاثنين بقى قالوا ده مات. انا لله وانا اليه راجعون. ده والدك يا صباح؟ والدك جوزي. جوزك، انا اسفه. الف رحمه ونور عليك. القصه دي من امتى يا صباح؟ بقى لها كام شهر يعني، شهرين ثلاثه. نعم، الله يرحمه ويحسن اليه. طب سؤالك ايه يا صباح؟ يعني احنا كده قصرتي معاه. قصرتي معاه؟ انت حاسه انك قصرتي معاه؟ عشان نقلته لاوضه تانية يعني. عشان بنتك نقلته اوضه تانية؟ لا، هو نقلته عشان يعني تروق ولا تمسح ولا كده. هو بس في اليوم دوت هو ما اتكلمش خالص ولا قال حاجه بتوجعني ولا اي حاجه. حتى اما بكلمه انا هعمل عمليه تسليك شرايين، فبكلمه كده يعني بقعد جنبه بقول له يلا بقى اصحى، يلا كلم مثلا اخويا. انا ببعت اخواتي عشان يقوموا يصحوا يقعدوا معاه. يقول يعني ما يردش. انا ما شفتوش اصلا سبحان الله في الكام يوم دول. ما شفتوش اصلا من وشه، بشوفه من ظهر. انا بقول له يعني بهرج معاه اقول يعني انت الف رحمه ونور عليه وربنا يصبرك يا حبيبتي يربط على قلبك. انت حاسه بالذنب فانت بتسالي الشيخ اعمل ايه، صح كده؟ طيب يا حبيبتي تابعينا تابعينا، ناخد استاذ شريف وبعدين نجاوب صباح. اتفضل يا فندم. ايوه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك، اتفضل. عايز اتكلم مع الشيخ احمد. هو دكتور احمد مع حضرتك، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. انا اسمي شريف من المنصوره. اهلا وسهلا. زوجتي توفت 19/2. الله يرحمها. الله. فالست دي كانت شايله عني 4 اطفال. الف رحمه عليها. وشايل عني يعني اختصارا للكلام عشان ما اطولش، كانت شايله عني حاجات كتير الدنيا كلها، وشايل يعني كانت عاملاني اني ابنها كمان. الله يرحمها ويحسن اليها. للزوج. فانا عايز اعمل لها اي انا حالتي الماديه على قد، وموظف في مصنع اسمنت، وعايز اعمل لها اي حاجه يعني اعوضها برحمه من عند رحمه ربنا ليها، لان مش قادر ان انا اعوض واحده في المليار، مش في المليار، في العمر كله ليها. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمها ويحسن اليها. انت راجل اصيل يا استاذ شريف. يا استاذ شريف، كنت بتكبر بخاطرها كده وهي عايشه، ولا عرفت قيمتها بعد ما ماتت؟ عرفت قيمتها بعد ما ماتت، مش قيمتها بس. انا اسف في التعبير، في اللي هي كانت لابساها. ما اقدرش اعوضه لها. الله يرحمها ويحسن اليها. شكرا يا استاذ شريف، شكرا. ليه بنعرف قيمه حبايبنا بعد ما بيبعدوا عنا يا مولانا؟ ما هو الانسان دايما يعني مش ضروري ان هو يكون مش عارف قيمه اللي معاه وهو معاه، انما هو بيشعر بغلاوته وقيمته بدل ما بيبعد عنه اكتر. نعم. احيانا وجود الشيء مع الانسان بيشعره بالامان وبيشعره بالضمان. فلما نسال الله العافيه يعني، امين يا رب، بيسلب هذا الشيء، بيشعر ساعتها بالفراغ. ده اللي كان جنبي ده كان ثقب. غالي. عارف حضرتك ثقب. ثقب في الروح. يعمل لها ايه يا مولانا؟ لذلك يعني انا بحب دايما الدعاء قبل ما اجاوب حضرتك. أتفضل. بتاع اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ايوه، اللهم امين. اللهم انا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك. امين يا رب العالمين. ومن السلب بعد العطاء. امين يا رب العالمين. يدعي لها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها ولد صالح يدعو له. هو الهايلايت يعني، أو يعني ولد ده مش ابنها ضمها، ولا المنظور إليه مش ولد، المنظور إليه يدعو له. مش لازم يبقى ابنها ضمها. هو الشأن إن هو ولد بيدعي لأبوه، لكن إنه يخلف من بعده من يدعو له. نعم.
واحد أثر في الناس فبقوا بيدعوا له، واحد ربى أجيال فبيدعوا له، ده يدعي لها يتصدق عنها يقرأ لها قرآن ويهدي لها ثواب، وكل دي حاجات طيبة. نعم. صباح عشان ما تزعلش، وبعدين معانا نجوى كمان اتصال، بس صباح سريعا كده، وتقولي حسب الذنب. تعمل زي نفس النصيحة اللي أنا نصحت بيها شريف، تدعي لجوزها وكده، وما تعيش في وهم عقدة الذنب ده، لأن كل واحد بيموت بأجله. نعم.